أهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات أطبخ مع أمون. النهاردة هنعمل مع بعض الفول الحراتي بالرز، وده طبق لذيذ جدا ومغذي جدا، لأن الفول الحراتي اللي هو الفول الأخضر ليه فوائد صحية كتير قوي. أولا الفول غني جدا بالبروتين من غير دهون، وبيدينا طاقة عالية من الكربوهيدرات، غني جدا بالألياف الغذائية اللي بتساعد على حماية الغشاء المخاطي للقولون وبتقلل مستوى الكوليسترول في الدم، غير انه هو غني بالمواد الغذائية النباتية اللي بتحارب السرطان. الفول الأخضر الطازج ده يعتبر مصدر ممتاز للفوليتس أو الفوليك أسيد، خصوصا أثناء فترة الحمل. بيحتوي على عدد كبير من الفيتامينات زي فيتامين كي اللي هو البوتاسيوم، وفيتامين بي 6 والنحاس والسيلينيوم والزنك والمغنيسيوم، وده بيشتغل كمساعد للإنزيمات أثناء عملية التمثيل الغذائي في الخلايا للكربوهيدرات والبروتين والفاتس اللي هي الدهون. النهاردة هوريكوا إزاي نعمل الفول الحراتي بالرز بطريقة سهلة ولذيذة جدا، ودي الوصفة. بنحتاج طبعا كمية من الفول الحراتي، أنا هنا تقريبا مستخدمة كيلو، بفصصه بطلع منه البذور وبرمي القرون. بحتاج تشكيلة من الفلفل، أنا بحتاج ألوان كتير، يعني بستخدم فلفل أحمر، فلفل أخضر، ممكن أستخدم فلفل حامي، فلفل أصفر، أنا ما عنديش فلفل أصفر فاستخدمت هنا جزر، وبرضو الجزر بيدي طعم حلو وغني بفيتامين ألف. ومستخدمة كمان هنا الفلفل الحار. بحتاج معلقة من الثوم المهروس، وبحتاج كرات أخضر أو بصل أخضر الجزء الأخضر منه، وبحتاج برضو الجزء الأبيض من الكرات أو البصل الأخضر، وبحتاج كزبرة خضرة بقطعها، وطماطم بنقطعها صغير، على النار بنحط معلقتين زيت نباتي وبنحط فيهم بصلايا مقطعة، بنسيبها حوالي دقيقتين. بعد كده بنحط الكرات الأبيض أو البصل الأخضر بس الجزء الأبيض منه، بنقلبه كمان دقيقتين. بعد كده بنحط الثوم المهروس، بنقلب شوية لحد ما نبتدي نشم ريحة الثوم. بنحط بعد كده الجزر، والجزر بنقلبه شوية عشان يطرى. بعد كده بنحط كل أنواع الفلفل وبنقلبهم لحد ما يتبلوا وتبقى ريحتهم حلوة. بعد ما بنقلبها ده بياخد له دقيقتين تلاتة، بنحط بعد كده الفول اللي احنا فصصناه وغسلناه ونشفناه، بنقلبهم مع بعض حوالي 3 دقايق لحد الفول ما يتشبع بالروائح الجميلة بتاعت كل المكونات بتاعتنا. بنحط بعد كده الطماطم المقطعة، بنقلب كل حاجة مع بعضها لحد الطماطم ما يتبخر شوية منها السائل. بعد كده بنحط 3 كوبايات رز مصري، ممكن استخدمه رز بسمتي بس ده هيفرق في مقدار الشوربة اللي هنستعمل. احنا هنا بنستخدم كوبايتين شوربة مع 3 كوبايات رز، لان في حاجات تانية كتير فيها سوائل. بحطه على نار متوسطة وبسيبه لحد ما يتشرب. لو انا بستعمل رز بسمتي بزود الشرب، بنغطي عشان يتشرب اسرع. يعني الرز البسمتي بنحط للكوبايتين الرز كوبايتين شوربة، 3 رز يبقى 3 شوربة، ده هنا بس في الحالة دي بس. بعد ما بيتشرب بنحط الكزبرة الخضراء والكرات الأخضر، بعد كده يعني بتفضل الريحة الفريش موجودة وهو بيستوي، بغطيه وبغطي النار جدا عليه وبسيبه يستوي حوالي 20 دقيقة.
بعد 20 دقيقة بشوف كده استوى ولا لا، بعمل له اختبار، لو لقيته استوى خلاص، لو لسه محتاج شوية ممكن أسيبه كمان 5 دقايق وبنغرفه على طول وهو سخن وبنقدمه، ويبقى طعمه لذيذ جدا وريحته رائعة، وبنزينه بالجزر وبالكزبرة الخضر وبالهنا والشفا. لو عجبتكم الوصفة النهاردة ما تنسوش تعملوا شير للفيديو ولايك وسبسكرايب لو كنتم مشتركتوش لسه في قناتي، ولو ليكوا اي استفسار او اي طلب خاص او مقترحات ياريت تكتبولي في تعليق تحت الفيديو، واشوفكم في وصفة جديدة. باي.